بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم طالباتي طالبات الصف الأول ثانوي مادة الحاسب وتقنية المعلومات 1. بإذن الله قد تعرفنا سابقا على الوحدة الثالثة، وهي وحدة تصميم وإدارة المواقع والشبكات الاجتماعية. تعرفنا بها أو عليها بتعريف برامج إدارة المواقع، مزايا استخدامها، وخطوات عمل برامج إدارة المواقع، وكيفية كتابة المحتوى، وأمثلة لمواقع وتطبيقات تستخدم برمجيات إدارة المواقع. بإذن الله اليوم راح ندخل في الوحدة الرابعة، ألا وهي وحدة تقنيات التحكم الرقمي والروبوتات. سنتعرف في هذه الوحدة على الروبوتات، تعريفها، تاريخ نشأتها. سنتعرف على الروبوتات في العالم الحقيقي، تصنيف الروبوتات، وأنظمة التحكم الخاصة بالروبوتات، والمكونات الرئيسية للروبوت. طبعا أصبحت الروبوتات من أهم مكونات المصانع الحديثة، لأنها تحسن الإنتاج، تقلل التكلفة، وبذلك تزداد القدرة التنافسية للصناعة في زمن تتصارع فيه الدول من أجل السيطرة على الأسواق الاستهلاكية. طبعا يعد علم الروبوت من مجالات العلوم الغنية بالأبحاث والدراسات العلمية المتقدمة، لذا فإن تقدم الدول في مجال الروبوتات هو مؤشر على التقدم العلمي والتقني. تعد الوظائف في مجال العلوم والتقنية صناعة الروبوتات من أفضل الوظائف حاليا من حيث المردود المادي، نظرا لندرة المتخصصين فيها وزيادة الطلب عليها. طبعا تاريخ ونشأة الروبوتات، يظهر تاريخ التطور العلمي والتقني الإنساني أن بدء اختراع الروبوت كان لغرض صناعي، هو لمساندة العامل البشري في قطاع الصناعة. سجل تاريخ أن أول روبوت صناعي استخدم فعليا كان من إنتاج شركة جنرال موتورز في عام 1961، أطلق على الروبوت اسم اليونيميت. استخدم لأول مرة في مصنع الشركة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ظهرت بعد ذلك عدة محاولات لوضع تعريف علمي للروبوت. في البداية، أول ما ظهر الروبوتات، ذكرنا أن في الروبوتات الصناعية أظهروا عدة تعريفات للروبوت، ولكن بالمجمل سنطلق على الروبوت أنه هو أي جهاز ميكانيكي متحكم به إلكترونيا يقوم بتنفيذ الأعمال بدلا عن الإنسان. تبع أول تطوير للروبوت تطويرات كثيرة. في عام 1969 تمكن الباحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية من أول من اختراع أول ذراع روبوت يتم التحكم فيه. طبعاً عن طريق الحاسب. في تلك الفترة من الزمن كانت الحاسبات كبيرة الحجم، فالحاسب الكبير كان يملأ غرفة واسعة، أما الحاسب الصغير منها فمكان في حجم ثلاجة متوسط السعة. أصغر روبوت أو أصغر جهاز حاسب كان بحجم ثلاجة. لكن في منتصف السبعينيات من القرن حدث تطور خطير في تقنيات الحاسب، عندما تم اختراع المعالج الدقيق اللي هو المايكروبروسيسور. تبع ذلك ثورة الحاسبات الشخصية، ومن تتابع الأجيال المتوالية المعالجات الدقيقة، تناقص مضطرد في حجم الحاسبات مع زيادة مضطردة في قدرتها وسعات الذاكرة بها. كما هو متوقع، تبع ذلك تطور كبير في جميع الأجهزة الإلكترونية المعتمدة في عملها على الحاسبات، ومن أهمها وأشهرها اللي هي الروبوتات. إذن من تعريفنا هذا ومن تاريخ نشأته ندرك أن الروبوت في الأصل ليس إنسان أو رجل آلي كما تتصوره أفلام الخيال العلمي، بل وإن معظم تطبيقات الروبوت في الحياة الحقيقية يأخذ شكل الروبوت، يأخذ شكلا من أشكال الروبوت لا يشبه فيها شكل الإنسان. ممكن ما يكون الروبوت على شكل إنسان. الروبوتات في العالم الحقيقي، بعيدا عن الصور التي تعطيها أفلام الخيال العلمي، توجد للروبوتات تطبيقات كثيرة في مجالات متعددة في العالم الحقيقي،
منها التطبيقات الصناعية في الروبوتات أو الروبوتات الصناعية. شكل التطبيقات الصناعية أهم التطبيقات الروبوت، حيث أنها الأساس في اختراع وتطوير الروبوتات. ممكن كذلك عندنا استكشاف الأماكن البعيدة، فتؤدي الروبوت أدوار مهمة في عمليات استكشاف الأماكن البعيدة التي يصعب البشر الوصول إليها. كذلك عندنا تنفيذ المهام الخطرة، فتقع على فئات من البشر مسؤولية تنفيذ مهمة خطرة من أجل تأمين الحياة الآمنة للآخرين، فيستغنون أو يكتفون بالروبوتات وبعض الأجهزة التي تقوم بتنفيذ المهام الخطرة. كذلك بإمكان الروبوتات الاستعانة بها في التطبيقات العسكرية والأمنية، وكذلك الروبوتات في عالم التسلية والترفيه، اللي نرى كثير من أنواع الروبوتات في عالم التسلية والترفيه. فدعونا الآن ننظر للروبوتات في العالم الحقيقي. تقوم التطبيقات الصناعية أو الروبوتات الصناعية، تشكل تطبيقات صناعية أهم تطبيقات الروبوتات، حيث هي الأساس في اختراع وتطوير الروبوتات. تستأثر مصانع السيارات بالعدد الكبير من الروبوتات وتليها مصانع الأجهزة الإلكترونية، كلها يستعملون اللي هو الروبوتات في صناعة أو الاعتماد على الصناعة. مزايا الروبوت في العمليات أو الروبوتات الصناعية، تكمن أهمية استخدام الروبوتات في خطوط الإنتاج في الآتي: أولاً، ثبات مستوى الجودة. يمكن للروبوت أن ينجز الأعمال المتكررة بنفس مستوى الجودة المحددة للعمل، أما بالنسبة للعامل البشري يتفاوت مستوى الجودة عند أداء نفس المهمة من عملية لأخرى بحسب تغيير الظروف البشرية لدى العامل. فهذه النقطة تؤثر في مدى اللي هو ثبات مستوى الجودة. ثبات مستوى الإنتاجية، يمكن للروبوت أن ينتج العمل بمستوى ثابت من الإنتاجية، نظرا لأن الروبوت لا يكل ولا يمل ولا يحتاج إلى أن يأخذ استراحة ولا يمتنع عن العمل. 3، العمل الآمن في الظروف الخطرة، يمكن للروبوت أن يعمل بكفاءة في ظروف قد تكون خطرة للعامل البشري، مثلا ظروف الحرارة الشديدة أو وجود أبخرة كيماوية سامة أو وجود مواد أشعة وغيرها. تخفيض التكلفة، يمكن للمصانع التي تحقق درجة عالية من أتمة العمل أن تخفض كثير من أعداد العمالة البشرية. بالآتي، يمكن للمصانع أن تخفض كثير من التكلفة التشغيلية المرتبطة بهذا العامل. هذه اللي هو إيجابيات الروبوتات الصناعية واستخدامها في المصانع. ينبغي الإشارة إلى أن استخدام الروبوت في المصانع له بعض السلبيات التي تتلخص في التالي: أولاً، ارتفاع التكلفة التأسيسية. التكلفة التأسيسية للروبوتات والتجهيزات المساندة تؤثر بشكل كبير على المصنع، فهنا لابد من عمل دراسة جدوى اقتصادية دقيقة للتأكد من الزيادة في التكلفة التأسيسية للمصنع يمكن تغطيتها من خلال التوفير في التكلفة التشغيلية للمصنع. 2، الحاجة إلى خبرات أعلى. تكمن الحاجة هنا إلى الخبرات في تشغيل الروبوتات، برمجتها، صيانتها. عادة تكون رواتب الخبراء في مجال الروبوتات عالية بسبب ندرتهم ومستوى الخبرة العالية المطلوب فيهم. 3، الحاجة إلى خطة تقنية متكاملة. يحتاج المصنع المعتمد على الروبوت في عمله إلى أن يضع خطة تقنية متكاملة للمصنع، تحدد بالتفاصيل جميع متطلبات إنشاء وتشغيل مصنع، تتضمن خطة تحديد مواصفات الروبوتات وأجهزة الحاسب والشبكات والأجهزة المساندة الأخرى ومواصفات البرمجيات ومتطلبات الكوادر البشرية مع تحديد تخصصاتها ومؤهلاتها. طبعا لا يقتصر استخدام الروبوتات على مصانع تجميع السيارات والأجهزة الإلكترونية، إنما انتشر استخدام الكثير من مجالات الإنتاج الصناعي. مؤخرا بدأت الروبوتات تدخل غرف عمليات الجراحة في بعض المستشفيات المتقدمة لمساعدة الجراح في تنفيذ العمليات الجراحية الدقيقة. نأتي للنقطة الأخرى اللي هي استكشاف الأماكن البعيدة.
نظرا لصعوبة بقاء الإنسان مدة طويلة في الأماكن البعيدة مثل سطح القمر، أعماق البحار، فقد تم بناء روبوتات مخصصة لذلك تقوم باستكشاف وتصوير وحتى جمع العينات من هذه الأماكن. لعل من أبرز إنجازات البشرية في السنوات الماضية كان نجاح الإنسان في الهبوط على سطح القمر، تنفيذ عدة رحلات استكشافية. ولكن نظرا لصعوبة بقاء الإنسان مدة زمنية طويلة على سطح القمر، فإن معظم العمليات الاستكشافية تتم بواسطة الروبوتات والعربات الغير مأهولة. ومؤخرا نجح الإنسان في إرسال روبوتات وعربات لاستكشاف سطح المريخ. تنفذ الروبوتات مهام علمية مهمة في هذه العمليات الاستكشافية مثل جمع عينات من التراب الصخور، تنفيذ عمليات تحليل كيميائي، ومحاولة الكشف عن آثار للحياة على أسطح هذه الأجرام السماوية. ثلاثة، تنفيذ المهام الخطرة. كان لابد من تنفيذ المهام الخطرة التي قد تؤدي بحياة بعض البشر مثل إطفاء الحرائق، تفكيك القنابل والمتفجرات وغيرها. لذلك كان لابد من إيجاد بديل، وبالفعل تمت الاستعانة بالروبوتات لتقوم مقام الإنسان في إطفاء الحرائق، مثلا البحث عن القنابل والمتفجرات تدميرها، التعامل مع المواد المشعة، تعقيم الأماكن الملوثة بالأمراض المعدية أو بالمواد الكيماوية السامة. التطبيقات العسكرية والأمنية. إن من أحد أبرز تطبيقات الروبوتات في السنوات الأخيرة هو ما يعرف بالمركبات الآلية الطائرة أو الطائرة بدون طيار، المشهورة أيضا بمصطلح الدرون أو اليعسوب. يمكن لطائرة بدون طيار أن تلعب دور عسكرية أو أمنية بحسب التجهيزات الموجودة بها، يشمل اللي هي عمليات المراقبة والاستكشاف من خلال تزويدها بكاميرات وأجهزة استشعار. كذلك عندنا عمليات التجسس من خلال تزويدها بكاميرات وأجهزة تنصت، وعمليات قتالية من خلال تزويدها بالأسلحة القتالية. نأتي للروبوت وعالم التسلية والترفيه. يتمتع الروبوت بعوامل جاذبية قوية تجعلها أداة تسويقية مهمة. نجد بعض الروبوتات في منتزهات الألعاب والبعض الآخر في مجمعات التسوق الكبيرة. كذلك قد نراها في عواصم الدول المتقدمة تقنيا، ويتم استخدام في مختلف نواحي الحياة. ففي طوكيو يوجد مطعم تقوم فيه الروبوتات بتقديم الطعام للزبائن. وكذلك في مجال الرياضة تنعقد بين هواة الروبوتات مباريات في كرة القدم، مثل أن يتبارى فريقان من الروبوتات ضد بعضهما البعض. تصنيفات الروبوتات. الروبوتات يوجد أكثر من تصنيف للروبوت، هناك تصنيف أمريكي، هناك تصنيف أوروبي، ولكن نظرا لأن اليابان هي أكثر الدول إنتاجا واستخداما للروبوتات، فقد يكون من المناسب تبني التصنيف الياباني للروبوتات الذي وضعته الجمعية اليابانية للروبوتات الصناعية. في هذا التصنيف تتوزع الروبوتات على 6 فئات. صنفوا لنا الروبوتات إلى 6 فئات. أولا، الفئة الأولى أجهزة يتم التحكم بها يدويا. يتمتع الجهاز بمقدرة على الحركة في اتجاهات عديدة، أفقي، عمودي، التفاف، دوران، ولكن يتم تشغيله وتحريكه بواسطة مشغل بشري. أما الفئة الثانية وهي روبوت لتنفيذ عمليات محددة التتابع، يقوم الجهاز هنا بتنفيذ عمليات متتالية وفق تتابع أو خطة عمل تكون جزء من تكوين الجهاز. يصعب ضمن هذه الفئة تغيير ما يقوم به الروبوت إلا من خلال تعديل تصميم وبنية الروبوت. أما الفئة الثالثة، روبوت لتنفيذ عمليات متغيرة التتابع، فيقوم الجهاز بتنفيذ عمليات متتالية وفق تتابع أو خطة عمل مع إمكانية تغيير التتابع أو خطة العمل بعد بذل بعض الجهد دون الحاجة إلى تعديل تصميم وبنية الروبوت. أما الفئة الرابعة فهو الروبوت المتعلم،
يمكن لروبوتنا أن يكون في حالتين، حالة التعلم والتسجيل وحالة إعادة التدريب. ففي الحالة الأولى يقوم مشغل بشري بتحريك الروبوت لتنفيذ العمل وفق الخطوات المثالية، ويقوم الروبوت بتسجيل وحفظ هذه الخطوات. وعندما يوضع الروبوت في حالة إعادة التشغيل، فإنه يقوم بتنفيذ العمل وفق نفس الخطوات التي تعلمها. أما الفئة الخامسة فهي روبوت يتم التحكم به رقمي. جميع الروبوتات الحديثة ضمن هذه الفئة يتم التحكم بها بواسطة الحاسب. يتضمن برنامج الحاسب جميع الخطوات والعمليات المطلوبة من الروبوت تنفيذها وفق التتابع المطلوب. يمكن إعادة برمجة الروبوت لتنفيذ مهام مختلفة من خلال إعادة برمجة الحاسب في الروبوت. والعقل المدبر في هذه الفئة من الروبوتات هو ما يعرف بالمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة. أما الفئة السادسة فهي روبوت الذكي. هذه الفئة هي مستوى متطور من الروبوتات يتم التحكم بها بواسطة الحاسب. يتمتع الروبوت في هذه الفئة بالمقدرة على فهم البيئة المحيطة به، ومن ثم إنجاز العمل المطلوب منه مع التكيف مع الظروف المتغيرة في بيئة العمل. نلاحظ من التصنيفات هذه أنها تركز على كيفية تنفيذ الروبوت لخطوات العمل، وكيفية تعليم الروبوت خطوات العمل، وعلى قابلية برمجة خطوات العمل. ولكن يوجد تصنيفات أخرى تأخذ في عين الاعتبار معايير أخرى مثل حجم الروبوت، نوع التطبيق وغيرها، ولكن سنعتمد هذا التصنيف الياباني اللي هو لعمل الروبوتات. نأتي لنظام التحكم. الكنترول سيستم أو نظام التحكم هو جهاز أو مجموعة من الأجهزة يدير ويتحكم في تصرف جهاز أو نظام آخر. يوجد فئتان رئيسيتان من نظام التحكم: واحد، نظام التحكم ذو الدائرة المفتوحة، واثنين، نظام التحكم ذو الدائرة المغلقة. ففي نظام التحكم ذو الدائرة المفتوحة تحدث عملية التحكم نتيجة تغير مدخلات النظام فقط. يعتبر نظام التهوية بالمروحة الكهربائية مثال جيد لنظام التحكم بالدائرة المفتوحة. يتم التحكم في المروحة بواسطة أزارير أو عجلة تحكم يتم من خلالها تشغيل أو غلق المروحة وتحديد السرعة المطلوبة. تظل المروحة تعمل بنفس السرعة بغض النظر عن التغيرات في الغرفة، سواء زادت الحرارة أو نقصت. هذا هو المقصود بنظام التحكم ذو الدائرة المفتوحة. أما نظام التحكم بالدائرة المغلقة، في نظام تحكم الدائرة المغلقة فإن عملية التحكم تأخذ في عين الاعتبار واقع مخرجات النظام بالإضافة إلى مدخلات النظام، وذلك من خلال دائرة تغذية الفيدباك أو التغذية الراجعة. عملية التحكم زي ما ذكرت لكم، يلاحظ أن الدائرة في يمين الشكل يدخل إليها إشارتان أحدهما تحمل علامة الزائد والناقص. شوفوا معي الآن الصورة اللي أمامك، ها هنا في المدخلات إما علامة الزائد أو الماينس. المقصود هنا أنه يتم المقارنة بين الإشارتين الأولى التي تعكس قيمة مدخلة، والثانية ناتجة من دائرة التغذية، والراجع بناء على هذه المقارنة ترسل إشارة إلى النظام المتحكم به لينفذ عملا محددا بصورة معينة. من أهم أمثلة النظام التحكم بالدائرة المغلقة اللي هو المكيف. يعتبر مكيف الغرفة مثلا نظام جيدا لنظام تحكم ذو دائرة مغلقة. ففي بدء التشغيل يقوم المرء بتشغيل المكيف، تحديد درجة الحرارة المطلوبة في الغرفة مثلا 24 درجة مئوية. تشكل هذه المعلومة مدخل لنظام التحكم، وتتوفر في جميع المكيفات الحديثة تجهيزات لقياس الحرارة في الغرفة. يتم بصورة مستمرة تمرير المعلومات عن درجة الحرارة للغرفة عبر دائرة التغذية الراجعة إلى دائرة المقارنة. فإذا انخفضت الحرارة في الغرفة عن الدرجة المطلوبة، يقوم نظام التحكم بإغلاق جهاز التبريد مع بقاء المروحة في وضع التشغيل. وبالطبع ستبدأ درجة الحرارة في الغرفة بالازدياد، وعندما ترتفع درجة الحرارة في الغرفة أعلى من الدرجة المطلوبة، يعطي نظام التحكم إشارة أخرى يتم من خلالها تشغيل جهاز
التبريد في المكيف ليبدأ مرة أخرى بتبريد الغرفة، وهكذا. هذا هو المقصود بالنظام التحكم في الدائرة المفتوحة ونظام التحكم في الدائرة المغلقة. نأتي لآخر نشاط عندنا وآخر موضوع عندنا في من موضوعات تقنيات التحكم الرقمي والروبوت، ألا وهو المكونات الرئيسية للروبوت. يبين الشكل اللي أمامك مجموعة النظم التي يتكون منها الروبوت بشكل عام، فيما يأتي شرح مختصر لهذه المكونات. أولا الحاسب أو نظام التحكم. هنا الحاسب أو نظام التحكم هو العقل المدبر في الروبوت، يقوم بتنفيذ برامج التشغيل للروبوت والتحكم في مكونات الروبوت الأخرى. غالبا تدخل المعالجات الدقيقة في بناء الحاسب، بالإضافة إلى بقية المكونات من ذاكرة ووحدات إدخال وإخراج، مع توفير التجهيزات المناسبة لبرمجة الحاسب أو تحميل البرامج إليه. ثم بعد ذلك يأتي عندنا اللي هو نظام الاستشعار والحساسات. هنا نظام الاستشعار والحساسات اللي هي السينيورز، هو أداة تحول المؤثر الفيزيائي سواء حرارة، ضغط، رطوبة إلى إشارة كهربائية يمكن للحاسب قراءتها ومعالجتها. ويختلف نظام الاستشعار والحساسات في الروبوت بحسب غرض الروبوت والمهام اللي يقوم بها. هنا نظام السونار لتحديد المسافات. تحتاج معظم تطبيقات الروبوتات إلى قياس المسافة والأبعاد. تعتبر تقنية الموجات فوق الصوتية أو السونار من أكثر التقنيات شيوعا لهذا الغرض. نظام الكاميرات أو الرؤية بالكاميرات، في حالة توفر هذا النظام في الروبوت فلا بد من توفر البرمجيات الخاصة بمعالجة الصور حتى يتمكن الروبوت من استخلاص المعلومات المفيدة من الصور التي تنقلها إليه الكاميرا. نظام الحركة والتنقل. هنا نظام الحركة والتنقل في الغالب معظم التطبيقات يكون في جسم الروبوت ثابت، تقتصر الحركة على الذراع وعلى قبضة اليد، لكن في حالة الحاجة إلى أن يتحرك الروبوت أو ينتقل من مكان لآخر فتكون الحركة إما على عجلات مثل العربات أو ينتقل مكان يكون له أطراف متحركة مثل الأرجل والأقدام. تمتاز الحركة بواسطة الأطراف بإمكانية الارتقاء على الدرج أو العقبات أو النزول منه، تمثل اللي هو كأنها أرجل الإنسان. الذراع، هنا الذراع، هذا هو الذراع. تعتبر هذه الوحدة من المكونات الرئيسية الثابتة في أي روبوت. عادة يصنف الذراع بحسب عدد درجات حرية الحركة، أفضلها ما يتمتع بعدد 6 درجات لحرية الحركة، هي 3 درجات الحركة المستقيمة في الإحداثيات السين والصاد والعين، و3 درجات لحركة دائرية حول المحور السين والصاد والعين. هذا هو الذراع. عندنا كذلك قبضة اليد، هذه أيضا من المكونات الرئيسية في أي روبوت. يختلف تصميم قبضة اليد بحسب الغرض من الروبوت. بشكل عام لابد من القبضة أن تتمكن من الأمساك بالأشياء التي يفترض للروبوت أن يتعامل معها وبالقدر المناسب من الشدة. فبالإمساك بقطعة ثقيلة مثلا باب سيارة أو محركها ليس كمثل الإمساك بكاس زجاجي وغيره. كذلك بعض الروبوتات تحتوي على نظام توليد الأصوات. يحتاج هذا النظام الفرعي في الغالب مو أساسي توليد المؤثرات الصوتية أو توليد الموسيقى في بعض التطبيقات الترفيهية. كذلك بعض التطبيقات تحتوي على نظام توليد الكلام. يتم هنا توليد الكلام آليا باستخدام مكونات السبيتش ساينتكس. يعطي هذا النظام بعض الخصائص البشرية للروبوت عندما يتمكن الروبوت من الحديث من معمن حوله في لغة البشر. عندنا إثراء علمي، أول روبوت بالعالم اللي هو روبوت صوفيا يمنح الجنسية وجواز السفر السعودي كبادرة رمزية لتباين مستقبل مدينة نيوم. من المتوقع أن يلعب الروبوت صوفيا دورا أساسي في إدارة هذه المدينة التي ستعتمد في تخطيطها على أحدث تكنولوجيا في العصر. وبكذا حبيباتي انتهينا من وحدة التقنيات التحكم الرقمي والروبوت. قومي برسم خارطة لهذه الوحدة واذكري بعض المفاهيم الأساسية التي تعلمنا فيها هذه الوحدة، اللي هي تعريف الروبوت ومكوناته، تطبيقات الروبوت وغيرها.
قومي برسم خارطة مفاهيم لهذه الوحدة. أراكم بإذن الله في الحصة القادمة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.